السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هاد النهار ان شاء الله غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي هو في الحقيقة شامل، هو لا قدر الله ما مبغيش نهضر عليه، ولكن غادي نهضر عليه انواع ديال الموت ديال الارانب. يعني كاين الموت وارد، ماشي كان يعني نربيو الارانب وغادي يكونوا ديما سلام، كاين يعني حالات خاصة. هذا الأرانب حنايا يعني هاد الأسباب ديال الموت، يعني منين كيموت الأرنب يعني عاد كيبان السبب ديال الموت ديالو. أنا حاولت نلخص لكم هاد الشيء لأن عندي تجربة في الأرانب، بغيت نلخص لكم هاد الأنواع ديال الموت ديال الأرانب. كاين الموت الاول، يقدر يكون من يموت تلقاو البطن ديالو منتفخ، هذه حنا كنقول لها انتفاخ. انا غادي نعطيكم غير الاسباب ديال الموت، ومن بعد غادي نعطيكم اي حاجه الحلول ديالها. هذا هو الفيديو ديالنا هذا النهار، ان نوجدوا حلول لهاد الاسباب ديال الموت. كاين انتفاخ، النوضو كتلقاو الارنب مات ولكن الكرش ديالو منفوخه، وكتلقاو حتى القطع كله صافي راه كل كرش منفوخه وغادي يبداو يتوالوا في الموت. القضيه واحده اخرى وهو الاسهال. كتنوضوا كتلقاو مثلا ديك الارضيه او ديك اللاطه اللي دايرين من التحت، ولا كتلقاوها كلها كحله يعني بواحد الماء اسود، هذاك راه سميتو اسهال، يعني راه كرشهم تسهلت مساكن عندهم لا دياري. كاين عاوتاني التسمم المعوي، كتنوضوا في الصباح كتلقاو اغلبيه سبحان الله كيموتوا الارانب ملي كتنوضوا في الصباح، يعني ماشي كتشوفهم قدام عينيكم، كتجيو كتلقاو ان الارنب ديالكم فيه دم في النيفو، خرجلو الدم من النيفو، هذاك سميتو التسمم الدموي. كاين التسمم المعوي عاوتاني حتى هذاك ملي ما كيطرالو حتى شي حاجه قدامكم، ولكن الا درتو العمليه ديال التشريح يعني الا شرحتو كتلقاو اما المراره ديالو منفوخه، اما الكبد معفن، بزاف ديال الحوايج. المهم كتلقاو الاحشاء ديالو فيهم النزيف، يعني الاحشاء ديالو في المعده على مستوى المعده. كاين مؤخرا كاين واحد المرض يعني غريب في الحقيقه، يعني تصابوا به بزاف ديال الارانب لا البلديه لا الروميه، وهو كاين ملي كينوض شي واحد كيلقى الارنب مات، ولكن ملي كنقلبوا كنبغيو نهزوه كنلقاو كيخرج منه ماء اصفر من المخرج ديالو وماء اصفر من الانف ديالو، هي الاغلبيه كيخرج من هذاك راه ماشي بول في الحقيقه، ماشي بول، ماشي التفزاز ديالو، هذاك راه النوع من المرض اللي تصاب. كاين عاوتاني واحد النوع ان الارنب، يعني هذا قبل كتلاحظوها انتم قبل ما يموت عاد باش تعيقوا به، لا كيبقى يهز راسه في السماء وكيبقى يتنفس، كتلقى هو صعوبه في التنفس، واخا انتم ما دايرينش الغبره ولا شي حاجه، داكشي منقي ومزيان، ولكن كتلقاو باللي واحد النهار كتلقاو الارنب ميت بواحد الطريقه، يعني بحال اللي نقولوا ماشي مجبد، يعني الاغلبيه الارنب كيموت مجبد، الا كتلقاو مكمش في الموته ديالو، هذاك عرفوا راه باللي انسداد ديال المسالك التنفسيه هو اللي دارها له. دابا غادي نعطيو كل النوع ديال الموت ديال الارنب غادي نعطيو الحلول. كاين هضرنا على الانتفاخ، كاين بيكربونات الصوديوم، ملي تشوفوا الكرش ديال الارنب منتفخه مره قلبوا الكرش ديالو بحال هكا هذا تبارك الله هضرها مزيان، وملي كيكون عنده انتفاخ كيكون غير مقرمص في واحد الجهه وما باغيش يتحرك. ها هو دابا نقولوا هذا هو واخا هكاك راه غير شبعان، كرشو مزيان تبارك الله، هادو كلهم راهم غير كلاو دابا وراهم راجعين للور لان شويه كاينه الحراره. كاين عاوتاني الاسهال بالنسبه للصغار، حتى هو ملي تشوفوا الارنب راجع للور وما باغيش ياكل راه حتى هو يقدر يكون فيه اسهال، قلبوا اللاطه لتحت بحال بهذه الطريقه، خاصو ديك الاسبال ديالهم الفضلات عزكم الله خاصها تكون مكركبه ومدوره. الا كشفتوا داك الشيء بحال الماء عرفوا بلي هذاك راه اسهال. الطريقه بسيطه، هو قطره ديال الخل، خل
العادي اللي كدير الطعام كاين اللي كيقول لك خل التفاح ولا انا راني جربت غير الخل العادي كتدير واحد المعلقه كديرها هنا في الماء وتخليهم يشربوا منها وسيدي ربي راه كيجي التيسير وفي ديك المرحله ديال الاسهال حاولوا انكم تقطعوا عليهم الماكله واحد شويه باش كرشهم وعطيهم شويه ديال الخبز الخبز يابس لان الخبز اليابس كينشف الكرش ديالهم كتكونوا نتوما مثلا عطيتهم شي حاجه خضراء ولا شي حاجه هي اللي دارت لهم الاسهال. القضيه ديال الامهات في الاسهال هذيك خصها دواء فوري ما خصهاش الخل دواء فوري راه كاين واحد الدواء بشري كنستعملوه راه معروف كيف اي دار هو سميكتا 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 راه خصها تكون ديما عندكم في واحد الشاصيات هي رخيصه كدير شي 30 درهم فيها بزاف ديال الشاصيات عدد ديال الشاصيات نتوما غير شاصيه وحده تكون محتفظين بها هذيك كديروها في الابره الابره ماشي كدقوها لها وانما كتعطيوها لها يعني كحقنه في الفم ديالها يعني خصها تشرب مباشره كونوا متاكدين انه دواء فوري فوري يعني خاصها هي ما تكونش تبرا على مراحل بحال الارانب الصغيره حتى الارانب الصغيره تقدر دير لها سميكتا ولكن الخل حتى هو فعال مزيان حتى هو بالنسبه للخل تقدر 3 ايام عاد كيبان المفعول ديالو يعني كيبداو يبراو بالتدريج ولكن بالنسبه للامهات اللي كيرضعوا خاص هذاك دواء فوري لان اذا كان فيها الاسهال كيوليو كتولي ما قادرش ترضع كتولي نتوما ديروا سميكتا سميكتا راه شاصيه كتكبوها في شويه ديال الماء وكتعطيوها لهم في الفم ديالهم بواحد المحقنه وان شاء الله الله كيجيب التيسير. اذا كاين التسمم المعوي التسمم المعوي معروف دواء سيرو صغير كتمشيو على الفارماسيان ولا المهم هو موجود بزاف كاع هذاك هاد الدواء هذا ماشي تخليهم حتى كي يمرضوا عاد كديروه لا كديروه في مرحله بعد الفيطان كيدير 10 دراهم سيرو عادي بحال هاد الخلفه هذه راني درت لهم السيرو راهم شاربينو يعني المشاكل المعويه كنطاقي وهو عباره عن تحصين في الحقيقه. بالنسبه للتسمم الدموي اللي هذا هو الاساس ديال التربيه ديال الارانب وهو التسمم الدموي ليبرا ديال سيفا باكس او اي ابرة الناس كلهم كيهضروا معايا كيقول لك لا انا ما لقيتش سيفا باكس لقيت نوع اخر هي راه هاد القضيه بحال الشكل ديال حنا نقولوا ياغورت راه كله كيتسمى ياغورت هو في الحقيقه ماده ديال ياغورت ولكن فيه انواع فيه دانون فيه مثلا الشركه ديال كوليمو الشركه ديال سونترال شركه وكيبدلوا الاسماء ماشي مشكل. تيد عاوتاني فيه بزاف ديال الاسماء حنا كنقولوا تيد هو راه في الحقيقه مسحوق للنظافه وكاين فيه تيد كاين اومو كاين اريال بزاف منين تشوفوا شي واحد عطاكم شي سميه راه ماشي هي هذيك السميه بالضبط هي اللي خصكم تستعملوا وانما ديبره ديال الليموراجي ديال التسمم الدموي وكلهم الليباري ولا الدويه ترى كلهم فعاله ماشي لا انا هذه خدمت لي وهذيك ما خدمتليش لا كلشي خدام الحمد لله مادام ما مخرجينا الا راه خدامه. اذا كتدقوا هذه الابره ديال التسمم الدموي من العام للعام من العام للعام هذيك عباره عن تحصين هذيك هي اللي قلنا كيخرج لهم الدم من نيفهم اللي كيموتوا لا قدر الله هذاك هاد الامراض كلهم الى ماشي هما اللي كانوا عندكم ولقيتوا واحد المرض غريب يعني هادشي كامل هاد المعلومات كلها ما خدمتش معاكم كاين دواء فعال وهو لونتيبيوتيك انتيبيوتيك بينيسيلين كتحيد كاع جميع الامراض اللي نتوما يعني شكي يعني ما لقيتو لا اسهال لا انتفاخ لا تسمم دموي لا المهم لقيتو واحد المرض غريب نتوما تلفتو في الحقيقه هذيك هي التلفه واحد التلف منين تلف دير انتيبيوتيك انتيبيوتيك هي بينيسيلين كتباع في قرعه كبيره راني داير عليها واحد الفيديو هذيك تكون عندكم في اي منين تشوف شي واحد طرات له شي مشكله بواحد الطريقه اللي نتوما ما يعني ما فاهمينش دقوا سنتيم اليوم سنتيم غدا ديال بينيسيلين وعرفوا بلي راه هذاك محقق مضاد حيوي يعني عسكر كتعطيهم للجسم ديال الارنب
وكي كي 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 بحال الشكل ديال حنا نقولوا الانسان ملي كيكون فيه شي نوع من الالتهاب اي نوع من الالتهاب كيكون عند الارنب كي كي ملي كدير لونتيبيوتيك هو في حقه ما كيخليش المناعه هذه راه مشكل عند الانسان خص بنادم يكثر من لونتيبيوتيك ولكن بالنسبه للارانب لونتيبيوتيك خدام لهم لان هذاك كيكون الارنب غادي يعيش عندك ماشي بزاف يعني ماشي الفتره ديال الحياه ديالو ماشي ما غاديش يطول بزاف يعني اما غادي ديروه للذبيحه اما غادي ديروه للكسيبه المهم ان لونتيبيوتيك كيساعدو كيقويه داك المرض اللي نتوما ما فهمتوش يعني ما عرفتوش كيفاش تتعاملوا معاه اونتيبيوتيك بينيسيلين حتى هو فيه بزاف ديال لي مارك نتوما بينيسيلين صافي ملي كديروا بينيسيلين هذاك راه هو الدواء الشافي ان شاء الله اللي كيحيد داك التشاش اللي كيكون عندكم في الراس نتوما ما فهمتوش يعني وليتو محترفين عارفين الدوايات عارفين كلش ولكن واحد الخطره تلقيتو واحد المرض نتوما ما فاهمينوش مثلا شي حب تحت الجلد ولا شي حاجه نتوما ما فاهمينهاش بينيسيلين كدقوها لهم سنتيم هذا النهار سنتيم الغد ليه ان شاء الله الله كيجيب التيسير. اذا الحلقه ديالنا راه سالات الناس اللي مازال ما شاركوش معنا شاركوا معنا قناه جميله دعمونا بزير الجيم باش القناه تستمر تكيو على زر الجرس كي يصلك الجديد ديالي ان شاء الله وتكيو على زر جيم باش تساندونا الى اللقاء في الحلقه المقبله وعواشركم مبروكه رمضان كريم.